عام كامل وانت تحفظ وتراجع لكن تلقى نفسك مش حافظ. هذه أفضل طريقة لحفظ الدروس والمراجعة إلى المقبلين على شهادة البكالوريا بالتجريب. هذه الطريقة استعملتها لعدة أعوام لمراجعة الدروس سواء في البكالوريا أو الجامعة، وكنت أتحصل على نتائج جد مرضية والحمد لله. الطريقة كالآتي: 1- في الأسبوع الأخير هذا لا نعتمد على الكتب بل يجب أن نعتمد على الملخصات. 2- قبل ما نحفظ ولا نراجع نضع الهاتف أمامي في وضعية فوكس مود، يعني في وضعية التركيز. 3- نحكم ملخص تاع المادة ليريح نراجعها، مثلا فيها 20 ورقة نسجلها بصوتي على الهاتف طبعا بمسجل الهاتف. 4- نستمع إلى تسجيل الملخص بدل حفظه. طريقة المراجعة كفاه طبعا نستغل تقنية بومودورو تكنيك، وهي 25 دقيقة للمراجعة و5 دقائق راحة، وهكذا التكرار يكون 3 مرات تصبح الراحة 10 دقائق. هذه اللي شرحتها هي طريقة تقسيم وقت المراجعة والراحة. كيفية المراجعة؟ دركا كيفية المراجعة. المرحلة الأولى تكون مراجعة بالعينين إلى الملخصات لكي يأخذ عقلنا صورة بصرية على الملخصات لحيبين رجعها، وهذه الطريقة تسمى speed reading. كما نكملوا 25 دقيقة نديو 5 دقائق راحة، ولو ما كملناش المراجعة بالعينين للملخصات لازم نكملوها بعد الراحة. المرحلة الثانية هي أن نستمع للملخصات التي سجلناها صوتيا من قبل على مسجل الصوت للهاتف. وعند اكتمال 25 دقيقة مراجعة دير 5 دقائق راحة، هذه لازم تحطها في البالك به مخك يرتاح. ثم المرحلة الثالثة نفعل كالمرحلة الثانية، وهي أن نعيد تسميع الملخصات، ثم عند اكتمال المرحلة الثالثة نأخذ فترة راحة 10 دقائق كاملة. وعند اكتمال فترة الراحة اللي قلنا عليها 10 دقائق نعيد المراحل الثلاث بالترتيب وبالطريقة اللي شرحناها من قبل به المعلومات تترسخ في الذاكرة. وش استفدنا من هذه الطريقة اللي شرحتها لكم كاملة؟ أولا التسجيل، عم نسجله. استفدنا من التسجيل تغذية بصرية، خطر كي قبل ما نسجله بصوتنا قاعدين نقرأ الملخصات بعينينا. تغذية سمعية، كي نسجله راح نسجله بصوتنا، صوتنا مسموع، تغذية سمعية. وتغذية لفظية وهي عملية القراءة، يعني استخدمنا 3 حواس مهمة في عملية الحفظ والمراجعة، إضافة إلى تنبيه العقل، يعني العقل نقولوا له ركز واستيقظ عندك مادة به تتقبلها. الثانية هي القراءة البصرية للملخص، عم نقولكم نقرأ بعينينا. القراءة البصرية للملخص استخدمنا البصر والعقل، نستخدمه البصر والعقل. يا أخي قلت لكم أما وش تديروا؟ تقرأوا بعينيكم، بعينيكم مش بصوتكم، بعينيكم. هنا نستفيدوا من استخدام البصر ينبه العقل. ثالثا السمع، السمع وش سجلنا؟ نعود التسميع تاعو، نسمعوه احنا ونركزوا معاه. هنا وش استفدنا؟ استخدمنا حاسة السمع، وهي اكثر حاسة نستخدمها ونستعملها في حياتنا اليومية، وهذه الحاسة
تحفز العقل بطريقة رهيبة، وخصوصا عملية الفهم. خاطر هذه احنا كي نحكيه مع الناس ونستنيوش نستعمله، نستعمله السمع والفنا بها ياسر، عديك القراية بها جينا أسهل وأسهل وأسهل. وعاود الطريقة هذه وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله توصلكم إلى بر الأمان، وإن شاء الله تنجحوا كل إن شاء الله يا رب العالمين. وما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب والفيسبوك. بارك الله فيكم.